تعد الساعات الذكية من آخر الصيحات في مجال التكنولوجيا الحديثة، لكن لا يزال ينبغي لها إقناع عامة الجمهور بمنافعها. وغداة عرض مجموعة سامسونج ساعتها الذكية جالكسي جير، انهالت المدائح والانتقادات على حد سواء من كل حدب وصوب على الإنترنت. وهذه الساعة الموصولة بواسطة تقنية البلوتوث بأحدث هاتف ذكي من صنع المجموعة الكورية الجنوبية، والتي تزن 74 جراماً مع شاشة ممتدة على 4 سنتيمترات، تعلم صاحبها بتلقيه رسائل إلكترونية جديدة وبلاغات من مواقع التواصل الاجتماعي، وتسمح له بالاستماع إلى الأغاني والتقاط الصور وإملاء رسائل نصية وإجراء مكالمات هاتفية، أي أنها تقوم بمهام الهاتف الذكي من المعصم من دون الحاجة إلى حمل الهاتف. وتعد الأسعار المعتمدة للساعات مقبولة نسبياً، مع حوالي 299 يورو لساعة سامسونج و200 يورو لسمارت ووتش 2 من سوني و150 دولار لساعة بيبل.